بلغ عدد المستفيدين من مساعدات برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال العام 5832 شخصاً من مختلف إمارات الدولة بإجمالي 3,041,477,060 درهما. وبحسب إحصائيات البرنامج بلغ عدد المستفيدين في أبوظبي 21 شخصاً بمبلغ 9,057,000 درهم، وفي دبي 258 شخصاً ب140,800,000 درهم، فيما بلغ عدد المستفيدين في إمارة الشارقة 1,398 شخصاً بمبلغ 733,150,000 درهم. وأوضحت إحصائيات البرنامج أن 542 شخصاً استفادوا من المنح في إمارة عجمان بمبلغ 285,250,000 درهم. وفي أم القيوين استفاد 172 شخصاً بمبلغ 89,960,000 درهم، فيما بلغ عدد المستفيدين في رأس الخيمة 2026 شخصاً بمبلغ 1,057,910,060 درهم، مقابل 1,415 مستفيداً في الفجيرة بمبلغ 724,650,000 درهم.